بص يا ابن الشباب، عشان ما اطولش معاكم في المقدمه، نبدا دلوقتي بسرعه. فيديو اليوم بيتكلم عن اي اي ماركتنج، وازاي نقدر نبعت من حساب لحساب من غير ما نبعت الفلوس على باير او بيرفكت ماني، وبعد كده نشحن من باير وبيرفكت ماني على الحساب الجديد. فليه نعمل الحوار ده كله واحنا نقدر اصلا نشحن من حسابنا لحساب مثلا صديقنا، او حسابنا مثلا لو احنا عملنا حساب تاني؟ تمام. عموما يا شباب، الحساب اللي مفتوح قدامنا ده لسه حساب جديد زي ما انتم شايفين، في رصيد الاعلانات فيها معايا $50 والروبوت متوقف. تمام. احنا عشان نقدر نبعت من حساب لحساب، اول حاجه بنعملها بنفتح الحساب اللي احنا نبعت له. تمام. ده الحساب اللي انا بعت له. بعد كده بنيجي تحت عند التعبئه، بنيجي مثلا نختار طريقه الدفع، نختارها البيتكوين. تمام. بعد كده بنحدد هنا القيمه اللي احنا عاوزين نشحنها، وبندوس على كلمه ايه، دفع. تمام شباب. نيجي بعد كده بنعمل نسخ للمحفظة، شايفين كلمة نسخ دي، بنعمل عليها ايه، ندوس عليها. بعد كده بنيجي طالعين من الحساب ده نهائي. بعد كده احنا طلعنا من ايه، طلعنا من الحساب اللي احنا هنبعت له. يعني احنا اول ما بنيجي نشتغل، او اول ما بنيجي نبعت الحساب، بندخل على الحساب اللي احنا عاوزين نبعت له. تمام. وبعد كده بناخد عادي نسخ لرابط المحفظه شباب، وبعد كده بندخل على حسابنا ايه الاساسي زي ما انتم شايفين دلوقتي بدخل معاه. تمام شباب، ده الحساب الاساسي. بنيجي تحت يا شباب عند ايه، نقل. تمام. يعني في الحساب اللي احنا هنبعت له بندخل على التعبئة، الحساب الأساسي اللي احنا هنبعت منه بنيجي ندوس على كلمة نقل. ركزوا الشباب، بعد كده بنحط هنا نفس القيمة اللي احنا حطيناها في الحساب التاني، وندوس على كلمة تابع. بنختار الطريقة ايه، البيتكوين برضو. بعد كده نحط المحفظة هنا شباب. تمام. زي ما انتوا شايفين هيوصل لنا ايه، 40، عشان في 2 ايه دولار عمولة. بعد كده بندوس على قيمة ايه، نقل. نبيع زي ما انتوا شايفين. لو جينا هنا طلعنا فوق، عملنا زي ما انتوا شايفين، اتخصم مننا المبلغ، بقى معايا كام، $5.68. لو كده عند تاريخ التحويل هنلاقي فعلا ان انا بعت هنا عملية يوم 30/4 بقيمة $42. تمام شباب. احنا دلوقتي لو خرجنا، يعني كده معناه ايه، كده احنا بنفتح اول حاجه الاكونت اللي احنا هنبعت له فلوس. تمام. ندخل عليه، بندوس على قيمه التعبئه، بنحدد القيمه، نختار الوسيله، بعد كده بنعمل دفع، وبناخد رابط المحفظه. بعد كده ندخل على الاكونت الاساسي اللي احنا هنبعت منه. يا شباب، الاكونت الاساسي اللي احنا هنبعت منه، بعد كده بنيجي ندوس على قيمه نقد. يبقى تعبئه في الاكونت اللي احنا هنبعت له، ونقل في الاكونت اللي احنا هنبعت منه. وبعد كده يا شباب زي ما انتم شايفين، نحدد عادي القيمه، وبعد كده بنحدد الوسيله، وبنحط رابط المحفظه، وبندوس على قيمه الدفع، وبتخصم منك المبلغ زي ما انتم شايفين متقسم مني فوق. تمام. والمفروض بقى ان المبلغ يوصل لنا على الاكونت الثاني، لو الاكونت اللي احنا بعتنا له، بعد أربعة، بحد أقصى 24 ساعة. يعني ممكن توصل لك في 8 ساعات، توصل لك في 12 ساعة، توصل لك في 24 ساعة، أنت وحسب العملية. تمام شباب، دي تكون نهاية الفيديو. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، مش تنسوا اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.